الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شئنا أم أبينا تقع لنا حوادث مؤسفة من خسارة مال أو ضياع حاجة أو لا سمح الله فقدان عزيز، كيف نترجم الأسف إلى فرصة؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه: الحزم تجرع الغصة حتى تمكنه الفرصة. مطلوب أن تكون حازما في حياتك. شنو معنى الحزم؟ عند الإمام أمير المؤمنين الحزم أن تتجرع الغصة، أن تتحملها، أن لا تنهار تحتها وتنتظر الفرصة. حينما يرجع أحدنا إلى الوراء يجد أنه فوت على نفسه فرصا عظيمة، وهذا ينطبق على جميع الناس في جميع المجالات. ما في أحد يوم اللي يرجع إلى تاريخه ما يتأسف على أشياء. التجار مثلا يتأسفون لأنهم لم يشتروا الأراضي حينما كانت رخيصة ليبيعوها فيما بعد ويربحوا الملايين من وراء ذلك. طلاب العلوم ربما يندمون، يتأسفون لأنهم لم يتعلموا في الوقت المناسب، لم ينتهزوا فرصة الطفولة ليحفظوا الكثير، يتعلموا الكثير. وحينما يقارن المرء نفسه بغيره فإنه يجد مثلا أن غيره ربح كثيرا لأنه اشترى أشياء كانت رخيصة، يعني اشترى أشياء في الوقت المناسب ثم باعها حينما غلت. أو يقارن الطالب نفسه بمن استغل فرصة طفولته وأيام قوة ذاكرته فحفظ الكثير. مثلا واحد يقول: أنا لو في صغري كنت أحفظ القرآن الآن كنت حافظ القرآن كله، لو في طفولتي تعلمت هذه اللغة أو تلك لكنت أتقنها اليوم. لكن كل ذلك فاته الآن. حتى في عالم السياسة فإن السياسي شبه الناجح يقارن نفسه بمن هو أنجح منه، الفاشل يقارن نفسه بالناجح ويندم على ما ضيع من الفرص. لكن الحقيقة أن جميع الأشياء التي تدعو إلى الأسف ابتداء من مسألة ضياع الفرص وانتهاء بموت الأعزاء، كل هذه الأمور يمكن أن نترجمها بشكلين. يعني أنت خسرت في صغرك، ما استغليت الفرص في شبابك، ما استغليت الفرص حينما كانت الأشياء رخيصة ما اشتريتها، حينما كانت الفرص متاحة ما انتهزتها. زين، أنت تقدر هذا الأسف مالك والندم الترجمة بشكلين مختلفين، إما بشكل إيجابي وإما بشكل سلبي. وهذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. فلا يمكن أن لا تكون هنالك أسباب للأسف. يعني ما في أحد يوم اللي عمره 30 سنة تقول له أكو أشياء أنت متأسف عليها، راح أقول له قطعا هواي أشياء أنا متأسف عليها. لكن السؤال يبقى ياكل في نفسه ودائما يسترجع تلك الحوادث ويلوم نفسه: ليش ما انتهز الفرص اللي كانت متاحة؟ ثم ماذا؟ حتى لدى أنجح الناس هنالك حوادث، هنالك فرص هم يتأسفون على ضياعها. فلو سألت أمثال هؤلاء الناجحين: في أمور أنتم ندمانين عليها؟ راح يسطروا لك أكثر مما يمكنك أن تسطر لنفسك من فرص ضاعت عليها، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي أو الديني أو أي مجال من هاي المجالات. حتى الإنسان أحيانا عند الموت يشوف ضيع على نفسه الكثير من الفرص حتى يحسن علاقته بالله ويقدم لنفسه الصالحات من الأعمال.
زين، حتى عند الموت الإنسان يقدر يترجم أسفه بطريقتين مختلفتين، إما أن يأكل في نفسه أو يتوب إلى رب. حينما يأسف الشخص على ما فوت وضيع في جنب الله ويتوب إلى ربه فكأنه قد عوض، لأن الله يبدل سيئات الناس حسنات إذا تابوا توبة نصوحة. من هنا فإن السؤال التقليدي الذي يقول لو عدت، أحيانا يسألون السياسيين الناجحين وغيرهم، إذا رجعت مرة ثانية إلى الحياة شنو كنت تعمل غير اللي عملته؟ تشوف الكثير من الإجابات تجي عند الناس أنه لو عدت مرة أخرى فسأغير كل ما فعلته، بعضهم يقول سوف أغير نصف ما فعلته، بعضهم يقول فلان شي كنت ما أسوي، فلان شي كنت أسوي، يعني أكو أشياء كثيرة ضاعت عليه. إذن هنالك دائما أسباب للندم عند جميع الناس، غير أن الندم والأسف لا يغير شيئا من الواقع. تتندم، تأسف، تبكي، ما يغير الواقع، يعني ما يغير أخطائك ويعملها صح، إلا فيما ارتبط برب العالمين وقضية التوبة اللي هذا إلى مجاله الخاص. إذن نحن أمام هذه القضية، يعني قضية ما فاتتنا من الفرص وما ضيعنا على أنفسنا، بين إما أن نأسف فقط ونلوم أنفسنا ونجلد ذواتنا، وبين أن نترجم هذا الأسف إلى عمل إيجابي. مرحلة الطفولة قد فاتت ولن تعود، فالأسف عليها شو المعنى؟ لا ينفع الندم. كذلك بعض فرص الحياة قد انتهت، الأراضي ارتفعت، الزمان مضى، لا فائدة للندم في مثل هذه الموارد. قد يقول قائل هل تريدون أن لا نندم على شيء؟ الجواب لا، لأن ذلك ليس بأيدينا، هذه من الأمور اللي مو بيدك ما تتندم، إنما نريد أن نترجم هذا الندم إلى فعل إيجابي، كما نريد أن نترجم الحزن إلى أمر ينفعنا. فلو أن أحدا لا سمح الله فقد عزيزا بالموت، طبعا يحزن، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول ما يغضب الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موت ابنه إبراهيم سلام الله عليه. ولا يستطيع أحد أن يقول لك أنه مثلا لا تتندم لا تبكي، لا، العين تدمع، لكن كيف نترجم حزننا؟ إذا حدث لك ذلك فقدت عزيز، روح على بقية أعزائك الأحياء، اهتم بيهم قبل ما تفقدهم، حينئذ تكون قد ترجمت حزنك على الراحلين بالارتباط بالباقين وبشكل إيجابي. أما لو جلست في البيت وأغلقت الباب على نفسك وبدأت تبكي، إذن تكون قد استسلمت للحزن، شنو فائدته؟ فوظف حزنك، وظف أسفك، وظف ندمك في أمور إيجابية، بدل أن تترك للندم والحزن والأسف لكي تأكل من أعصابك ولكي تشل إرادتك. أما السؤال كيف نترجم الندم إلى عمل إيجابي؟ الجواب عدة خطوات، بعدة خطوات يمكنك أن تفعل ذلك. الخطوة الأولى أن تترك الحسد، لأن الإنسان عادة يقارن نفسه بغيره، فلان استغل الفرص المتاحة له قبل سنوات، الآن حصل على ما حصل أنا ما حصلت، فتبدأ تاكل في نفسك بالحسد. لا تحسد الذين لم يضيعوا الفرص، حتى ما تدخل في تنافس سلبي معه. يقول الإمام علي الحسد لا يجلب إلا مضرة وغيظة، غضب ومضرة، يوهن قلبك ويمرض جسمك، وشر ما استشعر قلب المرء الحسد. الخطوة الثانية أن تبحث عن الفرص المتوفرة الآن. صحيح أنك ضيعت على نفسك فرص، تفكر الآن بعد ماكو فرص،
تقول إيه ممكن، لا ماكو فرص، أراضي كانت رخيصة كان ممكن أشتريها صارت غالية. زين، في فرص أخرى في مجالات أخرى، دائما هنالك فرص. يعني أن تبحث عن الفرص المتوفرة الآن من النوع اللي إذا لم تنتهزه اليوم سوف تندم على ذلك في المستقبل. مثل ما أنت اليوم ندمان على ما ضيعت منها في ماضيك، ستندم على ما ضيعت اليوم في المستقبل، تتندم عليه. دائما في فرص. يقول الإمام علي سلام الله عليه: إذا أمكنت الفرصة فانتهزها، فإن إضاعة الفرصة غصة. أنا كلمتي لجميع الذين يقولون اليوم لو فعلنا كذا في أمس لحدث كذا لنا، ولو أننا عرفنا أن نشتري البضاعة الكذائية حينما كانت رخيصة، أو الأراضي أو البيوت لأصبحنا الآن من أصحاب الملايين. أقول لهم: هل التجارة توقفت في العالم؟ وهل الفرص انتهت؟ أليس سنجد بعد سنوات أشخاصا انتهزوا الفرص المتاحة الآن وأصبحوا تجارا كبارا مثلا، أو سياسيين كبار، أو علماء كبار؟ هنالك دائما فرص متاحة وأعمال مربحة وخطوات نافعة. ثم أحيانا لا تكون الفرص كلها قد فاتت، بل بعضها قد فات. مثلا تقول: لو كان باستطاعتي أن أقتطع عاما كاملا من وقتي عندما كنت فارغ البال لأقوم بعمل معين، أو أتعلم مهنة جديدة، أو لغة جديدة، أو علم جديد، لكان شيء جيد. زين، لو تنظر إلى وضعك الفعلي الآن تجد أنه ليس باستطاعتك أن تقتطع عام كامل من وقتك لذلك العمل، لكن باستطاعتك أن تقتطع نصف عام، ربع عام، وتتعلم ذاك العلم، وتتعلم تلك المهنة، وتتعلم تلك اللغة. لماذا نضيع على أنفسنا نصف الفرص المتاحة أسفا على الفرصة الكاملة التي ضيعناها؟ يقول: الأراضي صارت غالية. زين، في المستقبل تصير أغلى. اليوم اشتري الأراضي راح تربح من وراها. ثم إن هذه الأرض اللي صارت غالية إذا أنت اشتريتها بسعرها ما خسرت، هذا سعرها. وإياك ترى بكرة تتندم أنه كانت عندي فرصة مو كاملة لكن لا بأس بها، هم ضيعتها على نفسي. يقول الإمام علي سلام الله عليه: من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. في بعض الناس يضيعون الفرص على أنفسهم تحت عنوان: سوف أعمل، سأعمل غدا. الفرصة حينما تكون متاحة انتهزها حتى لا تتأسف عليها. ولو أن فرصة ما ضاعت عليك فترجم أسفك بكثرة العمل، مثل ذاك الشخص اللي يأتي إلى ميدان سباق الركض متأخر. زين، هو بين أحد أمرين: إما أن يجلس ويبكي، أو أن يسرع الخطى ويتحدى من سبقه حتى يصل إليه. والسلام عليكم ورحمة الله.